أهلا بيكم. النهاردة هيكون عندنا ورشة مختصرة جدا عن تصوير السماء، تصوير النجوم، تصوير المجرات، أي حاجة في السماء basically، والأرض زي ما أنتم شايفين. It's very يعني هتكون أساسية جدا، مش هنتعمق يعني في التفاصيل والتكنيكاليتيز. هتكون بس الهدف إن إحنا يعني نعرف أكتر عن التصوير الفلكي بشكل عام، إيه أهم الحاجات الأساسية فيه، وكمان هنحاول نخلي التعليم يفضل مستمر عن طريق مشاركة، أو إنك تحاول تجربه في البيت وتبعته لنا صور. خلينا نجرب. أوكي، فاكرين منتي اللي كنت بكلمكم عليه؟ دلوقتي أول خطوة أو أول interactive activity هيكون عبارة عن سؤال. كل اللي مطلوب منكم إنكم تفتحوا على موبايلاتكم www.menti.com وتدخلوا الكود 459690، وفي سؤال اللي هو Who would you rather have lunch with؟ سؤال كده يعني زي ice breaking. ف please open your phones، افتحوا menti.com ودخلوا رقم الأوضة، وخلينا نشوف السؤال. I will give you couple seconds to join the website. اوكي، لو فتحته دلوقتي ممكن تشوفوا الأسئلة. all good، الناس التفاعل يعني قولوا لي أي حاجة يعني. is it working؟ هل بتحاولوا تدخلوا ولا؟ اوكي، الناس بتقول ان هي اوريدي جاوبت. خلينا نشوف الأجوبة. اوكي، عندنا شخصين، إيلون ماسك يعني كنت متوقع أكتر الصراحة، باز ألدرين يعني مهضوم حقه، بس it's okay يعني. شكرا للناس اللي جاوبت. نرجع تاني للباوربوينت. اوكي، السلايدز هنتكلم فيها عن اللايت. What is light؟ ايه هو الضوء باختصار؟ الفرق ما بين عين الانسان والسنسور بتاع الكاميرا، الفرق ما بين الريل استروفوتوغرافي والفيك استروفوتوغرافي، وقوه البروسيسنج. في ناس كتير ما تعرفش انه البروسيسنج جزء كبير قوي من الاستروفوتوغرافي. بيزكس الفوتوغرافي، بعدين استروفوتوغرافي بيزكس. اللايت هو عبارة عن فوتونز، كلنا خدنا في
في المدرسة في الثانوية العامة إيه هو اللايت؟ عبارة عن فوتونز. الفوتونز فيها دواليتي، يعني هي ويف وفي نفس الوقت بارتيكل. أوكي، الفرق ما بين الفيزيبل لايت والانفيزيبل لايت هو الويف لينث. يعني مثلا دلوقتي في جزء من السبيكتروم احنا بنقدر نشوفه بعينينا زي ما هو متوضح في الصورة، وفي جزء كبير غير مرئي، يعني عين الإنسان ما بتقدرش إن هي تشوفه. هنعرف بعدين إيه فايدة ده في التصوير الفلكي. أوكي، بس you have to keep in mind، يعني خلوا ده في دماغكم، إنه جزء كبير من اللايت هو invisible light. أوكي، الويف لينث بتاع اللايت، الضوء المرئي 700 نانومتر تقريبا، حجم بكتيريا. اللو فريكوينسي راديو ويف هو برضو جزء من اللايت، تقريبا طول الويف 100 كيلومتر. والضوء دايما بيمشي بسرعه ثابته اللي هي السي. عشان ما كان فيش الالوان في اليونيفيرس، يعني نتكلم بس عن الكره الارضيه وعن عن الارض، فاحنا دايما بنشوف انه السماء زرقاء. والسبب الرئيسي انه الضوء الازرق عنده شورت ويف لينث او موجه قصيره، فبينتشر اكثر في الهواء او في ال Okay. We can skip this. Okay. الفرق ما بين التصوير بشكل عام أو daylight photography والأسترو photography، إن إحنا لما بنيجي نصور بالكاميرا فإحنا يعني بناخد انعكاس الضوء. يعني مثلا لو دخلت أوضة ظلمة وجيت تصور، مش هتصور أي حاجة لأنه ما فيش حاجة تعكس الضوء أو ما فيش مصدر ضوء ينور فتعكس وتقدر تشوف الأجسام في الظلمة. في الأستروفوتوغرافي الفكرة إنه بيكون عندك بيكون في أنت بتصور مصدر الضوء. يعني مثلا لو هنصور نجم أو هنصور أي جرم سماوي، فهو مصدر الضوء بحد ذاته. أوكي، في ناس بتقول انه في صوت مايك، لو حد فاتح المايك بليز اطفوه، شكرا. اوكي، عندنا كمان سؤال على menti.com، لو انتوا لسه في حين الموقع فتقدروا تشوفوا السؤال. اوكي، تقدروا برضو تدخلوا على نفس البيج وتجاوبوا السؤال. السؤال يعني باختصار بيسأل الناس ثلاث كلمات بالنسبة لها ايه هو الأستروفوتوغرافي. اوكي، تقدروا تدخلوا على البرزنتيشن زي اول مرة وتكتبوا ايه هو بالنسبة لكم الأستروفوتوغرافي. خلينا نشوف الأجوبة. اوكي، ناس what is astrophotography to you؟ ثلاث كلمات أول حاجة تخطر على بالكو إيه هو الأستروفوتوغرافي. ما فيش إجابات صح، ما فيش إجابات غلط. أوكي، السؤال مش بيتغير. أوكي، لسه السؤال مش بيتغير ولا؟ أوكي، perfect. أوكي، amazing, fascinating, moon and stars. أوكي، nice. Beauty, space, isolation. Okay. Advanced camera.
اوكي هنعرف في البرزنتيشن انه ممكن بمعدات بسيطه جدا الواحد يقدر يطلع صور يعني فظيعه. patience مهم جدا. اللي جاوب patience اعتقد هو خبير بالاستروفوتوغرافي. مهم جدا ان الواحد يكون صبور في التصوير الفلكي. كتير حنواجه عقبات ومشاكل في التصوير الفلكي، بس اهم حاجه ان الواحد يفضل patient. اوكي passion مظبوط، زي اي هوايه لازم يكون عندك شغف بالهوايه دي. اوكي نقدر تأمل مظبوط. رفيق بجد، يعني أحيانا كتير واحد بيبقى عايز يطلع يصور. التصوير الفلكي يعني مهم إنك تطلع تصور في مكان بعيد معزول، يعني صحراء أو غابة على حسب المكان اللي الواحد عايش فيه، بس كتير صعب إنه تطلع بدون رفيق، يعني بدون شخص يعني يكون مرافق ليك في الرحلة. أوكي نكتفي بهذا القدر. أوكي نرجع للبرزنتيشن، وقلنا إيه الفرق ما بين الهيومن آي والكاميرا سنسور. طبعاً يعني كل الناس لما بتشوف الصور الفلكية يعني بتتساءل هل إحنا بعينينا نقدر نشوف المناظر دي؟ والإجابة باختصار لا، يعني الفرق إنه في المدينة زي ما إحنا شايفين من سكيل 1 لـ 9، المدينة هي 9 أسوأ حاجة. كل ما نبتدي نبعد عن المدينة كل ما بيبتدي الرؤية تتحسن، نشوف نجوم أكتر، نشوف جمال السماء، بس كمان ده لي يعني limitation. بعدين تدخل بقى يعني أهمية التصوير الفلكي والمعدات والتكنيكس. another quiz، وهو باختصار بيقول إنه دايما بنشوف انه النجوم اوكي دايما بنشوف انه دايما بنشوف الصور الفلكيه ونقول يعني واو بجد الصور دي حقيقيه ولا في لعب حاصل في الموضوع. فاحنا هنعرض دلوقتي 5 صور. اوكي ممكن تعملوا ريفرش او تشوفوا يعني الويب سايت تاني. هو كويز يعني كنت أتمنى أن يكون في جوائز يعني، بس للأسف ما فيش جوائز، بس لازم يعني برضو تتحمسوا وتشاركوا. أوكي هو هنعرض 5 صور وحنشوف مين true false basically، يعني هل الصورة دي حقيقية real ولا fake. أوكي تمام let's start. أعتقد our very valuable 7 participants are in. Okay, start quiz. Okay, اللي هجاوب أسرع إجابة هياخد more points basically real or fake. هنبتدي بسؤال يعني easy one الصراحة. Okay, everyone has voted. Okay, شطار. 6 real, 6 I mean fake. جاوبتوا صح و 1 real. Okay, let's move on. Okay, تاني سؤال. والمفروض يعني إنه يكون واضح يعني باين من الصورة حاليا هل هو ريل ولا فيك. اوكي
اوكي الثاني اللي هيجاوب اسرع اجابه more points real or fake. اوكي الوقت الوقت مش عارف هل في technical issue ولا it's working لان الناس okay time is up. لا 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 okay الصورة دي خلينا نكون يعني صريحين او يعني الصورة دي هي فيك. دايما كل سنة تقريبا بيطلع لنا نفس الصورة بيقول لك اقتران مثلا القمر مع كوكب الزهرة وعطارد وعملوا سمايلي فيس. للأسف الصورة دي تركيب والفكرة إنه الاقتران دايما بيكون في اقتران ما بين القمر وكواكب كوكب الزهرة وعطارد أو تيب. بس ما بيكونش بالشكل ده الاقتران. بس طبعا كل ما قربنا الصورة أكتر للإنسان وحطينا عيون وسمايلي فيس فالناس أوكي بتاخد أكتر attention أو يعني تركز أكتر في الصورة. بس للأسف هي مش حقيقية. اوكي السؤال الثالث real or fake. اوكي اوكي تاي تعادل. اللي صوتوا real فالصورة فعلا real. دي صورة فيها شغل يعني وتحضير كتير لأنه المصور عرف يجمع ما بين ظاهرة كونية واللي هي الكسوف في لحظة معينة وخلى الأوبجكت أو الشخص اللي هو هيصوره في مكان معين بتوقيت معين والمصور كان واقف في مكان معين كلهم أدوا كل العوامل دي أدت لأن الصورة دي تكون حقيقية. في برامج كتير بتساعد على الموضوع ده. Planning softwares أشهرهم PhotoPels بيقول الناس إزاي تطلع بصور زي دي. بس طبعا يعني شغل كتير. أوكي للناس اللي لسه منضمين لينا إحنا في كويز تقدروا تدخلوا عن طريق menti.com وتصوتوا هل الصور real or fake. صورة لعبور الـ ISS أو International Space Station قدام القمر real or fake. اوكي real yeah. صورة حقيقية. الناس اللي صوتت fake يمكن السبب الرئيسي انه برضو تحضير انك توقف في مكان معين بحيث انه عبور الـ ISS في السماء يتوافق بالضبط مع موقع القمر. طبعا دي multiple exposures يعني اكتر من صورة مع بعض لانه الـ ISS بتحرك فكل فريم هو نقطة او يعني زي ما انتم شايفين الـ ISS. اوكي اخر سؤال real or fake. اوكي فيك ممتاز. الفكره انه كوكب زحل وحلقاته المشهوره وهنا اي ثينك دي نجمه او كوكب صعب انه كنت بينه الاثنين بنفس الفريم لانه الكواكب بتكون اضاءتها اعلى بكثير من النجوم ف انه الاثنين يطلعوا بنفس البرايتنس في حاجة غلط. اوكي okay. That was a hard one. طبعا نشوف مين الفائز.
اوكي عبد الرحمن مبروك. عصام اوكي well done. اتمنى ان تكون الكويز عجبكم. دلوقتي هنتكلم بالتفصيل اكتر عن التصوير الفلكي. سكيب سكيب سكيب. اوكي بعد ما اتكلمنا بعد ما تيك وانه قد ايه في كتير صور على النت فيك، لا خلينا نعرف بقى what is real. اوكي الالوان نبتدي بالالوان. الالوان اللي بنصور هل هي real or fake؟ الاجابه باختصار اسمحوا لي بس اوصل اللابتوب. اوكي سوري على المقاطعه. الالوان اللي بنشوفها في الصور هل هي real or fake؟ طبعا يعني الواحد دايما بيخطر على باله انه احنا ليه مش بنشوف ده بعينين، يعني الناس بتعمل ايه في الصور دي، يعني is it magic؟ هل هو سحر؟ في الواقع انه كل الصور دي يعني حقيقيه والالوان فيها حقيقيه، لانه هنعرف بعدين يعني ايه الفرق ما بين الالوان اللي هي نقدر نشوفها وليها يعني صبغه والالوان اللي هي احنا بنضيفها لمكونات او عناصر او اطوال موجيه هي اصلا ملهاش لون. يعني زي ما احنا اتكلمنا عن السبيكترم وانه في جزء فيزبل وجزء انفيزبل، الجزء الانفيزبل هو ملهوش لون، بس احنا لما بنيجي بنصور يعني مثال مثلا هنا عندنا صوره مجر، والصوره دي يعني اتصورت باكثر من طيف ضوئي من الالترا فايلت للانفراريد، وهنلاحظ انه في كل يعني في كل في كل ويف لينث او في كل طول موجي بنلاحظ انه بتظهر تفاصيل مختلفه. فالفكره ان احنا ليه بنصور بالوان او بدون حتى الوان، او يعني الكاميرا بتلقط الوان حاجات احنا مش بنشوفها عشان نطلع تفاصيل اكتر في الصور. فالهدف من ان احنا نصور باطوال موجيه مختلفه حتى لو احنا مش بنشوفها ان احنا نطلع تفاصيل اكتر في الصور. هنا مثلا عندنا يعني برضو سديم واختلاف الالوان او الطول الموجي، يعني الاوبتيكال هو الاخضر ده فقط اللي احنا بنشوفه بالعين المجرده، انفراريد ما بيتشافش بالعين المجرده، راديو ما بيتشافش بالعين المجرده، الترا فايلت ولا اكس راي، بس في معدات مخصصه بتقدر تلقط الاطوال الموجيه دي وبتضاف على الصور، بتكون زي بليتس ونحط بليتس فوق بعض وبتطلع عندنا في الاخر الصور. هنا برضو مثال آخر الكورنر اللي فوق على الفيزبل، هنا كمان فيزبل مع انفراريد، اوكي هنا راديو وانفراريد. المثال آخر الشمس، دايما بنشوف صور الشمس مختلفة، يعني أحيانا بتكون أورنج هو يعني الشمس أصلا لونها أبيض، بس طبعا كل ضوء أو كل طول موجي بيطلع لنا تفاصيل مختلفة. وهنا عندنا يعني مثال آخر مشهور جدا اللي هو سديم الجبار، ده يعني شوية بيدخل في موضوع الأرت إنه كل واحد بيحب إنه يضيف لمسة معينة، بيحب يضيف يعني بيخلي صوره فيها لون طاغي أكتر عن التاني، فبتطلع فيه فروقات، يعني بتطلع نفس السديم بس صور مختلفة. دلوقتي نشوف إيه الفرق ما بين أو إزاي بنقدر نحصل الصور دي بأطوال موجية مختلفة. عندنا طبعاً الفيزيبل لايت، المكونات الأساسية للضوء الأحمر الأخضر الأزرق RGB. في ناس يعني اصور كل لون لحاله او على حده بعدين اضيف الالوان مع بعض، فبيطلع عندنا احمر اخضر ازرق زي ما نشوف الصوره اللي بعديها، احمر ازرق اخضر، بعدين بيطلع في الاخر الصوره
يعني بالار جي بي او الثلاث الوان. طبعا بنعمل حاجه اسمها كلر بالانس، يعني مش كلهم بالتساوي، مش كل مش 100% احمر 100% 100%، لا يعني بيكون كله يعني نسب معينه كلر بالانس. اوكي، في سبيشال فلترز للفيزيبلايت. يعني مثلا دلوقتي اخذنا انه في عناصر لما بتتاين، يعني مثلا ليه لما بنحط مثلا مسمار معمول من الحديد على النار لونه بيتغير، مثلا بيبقى احمر ابيض، فكل يعني الحراره بتفرق في اللون، لون العنصر. فاكثر عنصر منتشر في الكون هو الهيدروجين، فمعظم المصورين الفلكيين هتلاحظ ان هم بيصوروا بفلاتر بتبين الهيدروجين بس. الاكسجين كمان، الهيليوم والسلفر، كلهم عناصر تختلف طبعا على حسب السديم. يعني ممكن السديم يكون معظم الضوء اللي طالع منه في الويف لينث بتاع الهيدروجين الفا، في سدوم تانية لا بتكون اكسجين اكثر او هيليوم اكثر. طبعا ده نفس الصوره، يعني نفس الاوبجكت في السماء متصور بالهيدروجين والاكسجين والسلفر. في سبيشال فلتر زي ما احنا تكلمنا عنها دي الانفيزبل لايت، يعني الراديو. طبعا الراديو ملهوش لون ولا بيتشاف. الالترا فايلت، الانفراريد والجاما، كل دول انفيزبل لايت. وبرضه يعني في تلسكوبات او معدات معينه بتطلع الويف لينث ده. في مصور فلكي، يعني ما اعرفش ممكن اصدقائنا المصورين الفلكيين يعرفوه، بيتكلم عن انه الاكوزيشن او التقاط الصور هو ساينس. اوكي، البوست بروسيسنج او تعديل الصور هو ارت، هو فن. اوكي، زي ما احنا قلنا انه في ناس بتضيف الوان، مش بتضيف الوان سوري، بتختار صبغه او بكميه اكبر. يعني مثلا بتقول انه انا عايز اخلي صورتي فيها الانفراريد فيزبل اكتر من الحاجات التانيه، فهو في ارت في الموضوع، في فن. البروسيسنج او تعديل الصور هو يعني very powerful tool. يعني احنا عندنا هنا نفس الصوره، الجزء اللي انتم شايفينه تحت هو unprocessed، يعني صوره بدون اي تعديل. اوكي، والجزء اللي فوق هو مع التعديل. بنشوف قد ايه البروسيسنج او المعالجه سوري المعالجه بتفرق بشكل جذري في الصور. صورة هنا من ناسا لكوكب جوبيتر مشترك، هنا بالار جي بي الصورة، طبعا processed و unprocessed، شايفين يعني تفاصيل كثير مختلفة عن بعض. صورة برضو يعني جدا حسيتها حلوة، بتعبر what my eye saw، ده اللي شفته بعينيا، what my camera saw and the final picture what I felt، اللي حسيت بيه لما شفت الصورة. اوكي، لو عندكم اي اسئله ممكن ناخد سؤال او اثنين قبل ما ننتقل للنكس، يعني مور بقى ديتيلد عن التصوير الفلكي وكده. طبعا you can unmute ask me any question، تقدروا تعملوا unmute وتسالوا اي سؤال او عن طريق الشات. Okay, I think I will proceed. Okay, Anu. Okay. Okay. في سؤال يعني بيسأل what is the meaning of processing؟ يعني إيه معنى ال processing أو المعالجة؟ Processing basically معناها إني أخذ الصورة من الكاميرا وأعدل أعالجها ببرامج تعديل الصور زي الفوتوشوب، Lightroom. في برامج مخصصة بس للتصوير الفلكي هنتكلم عنها في الآخر. فهو ده المقصود بالمعالجة، يعني basically تعديل الصور. اوكي، طيب يا علي انا عايز اسأل سؤال معلش. اتفضل. هو دلوقتي انت عندك الصورة دي، انت فوق في اللي انت شفتها اللي هي في المحطوطة دي فوق، هي الصورة مظلمة خالص اصلا، كانت بقى في نجوم وفي نور اصفر، الحاجات دي معنى كده ان الصوره فيك، ولا ان انت بس بتعدل بتوضح حاجات وبت يعني ولا بتضيف عليها حاجات من بره اصلا؟
من بره التصوير. لا يعني الكاميرا، يعني الكاميرا يعني مثلا لما ناخد اي صورة، فالصورة عبارة عن داتا او بيانات. اللي بيحصل في برامج معالجة الصور ان هي بتبين الداتا بشكل اكبر، يعني مثلا الجزء اللي تحت ده ظلمة مفيش اي تفاصيل فيه فعلا، بس لما باجي بعالج الصور هنا في داتا، يعني في يعني في خليني اشوف لو اقدر اطلع لك حاجة هنا، يعني بيكون في اوكي let me روح على الفيديو. اوكي مش عارف صعب. اوكي في حاجة اسمها هيستوغرام. اوكي خلينا نفتح باختصار شديد، انا مش يعني مش عايز اتعمق. اوكي نفترض انه ده هنا مثلا لما بنفتح اي صورة، يعني ما لكمش دعوة بالسكيلينج او اللي المكتوب، وقلنا ده الويف لينث، يعني من ال نكبر الصورة. اوكي باختصار، اوكي باختصار شديد لما بيكون عندنا زي ما قلنا هنا مثلا بداية الويف لينث، يعني مثلا هنا اللايت وهنا الدارك، يعني مثلا هنا اقصى حاجة في الضوء وهنا اقصى حاجة في الداركنس، فكل دي داتا. اللي بيحصل ايه انه دي الصورة كلها، فانا مثلا عندي هنا كتير داتا في الدارك بس انا مش مطلعها، فاي شيفت اي شيفت ذس بارت لقدام فبيكون مور فيزيبل. اوكي ده اللي بيحصل يعني في المعالجة. اوكي نرجع للبرزنتيشن بتاعنا. شكرا على السؤال لين. تايب اوف استروفوتوغرافي، طبعا الاستروفوتوغرافي بيعتمد على الاكويبمنت، يعني مثلا ممكن انا اكون بصور بالكاميرا واللينس. اوكي ممكن اعدل اشيل اللينس واحط تلسكوب. اوكي وممكن اشيل الكاميرا واحط نوع تاني من الكاميرات اسمه سي سي دي، ممكن اشيل الاثنين كلهم واصور بالتلسكوب والسي سي دي. في طبعا انواع تانية بس دول يعني اشهر الانواع. وطبعا ده الكلاسيفيكيشن بيعتمد على الاكويبمنت، في كلاسيفيكيشن بيعتمد على الجول، يعني انا هلا بصور وايد فيلد، بانوراما، ستار تريل، تايم لابس، ولا سيلف بورتري، ولا ديب سكاي اوبجكت. هنا مثلا يعني وايد فيلد ممكن نعتبرها لانه جزء كبير من السماء ظاهر. Deep Sky Objects Orion مع Landscape أو مع حاجة في الأرضية. Time Lapse ده نوع من أنواع التصوير الفلكي اللي إحنا بنعمل Blend، نجمع صورتين مع بعض، يعني لما تشوف صورة مكتوب عليها Blended يعني أو Blending أو Blend، يعني بتكون أكتر من صورة. طبعا الهدف إن إحنا نبين يعني again لما بناخد صورة بس للسماء فاحنا بنبين تفاصيل السماء، لما بناخد صورة بس للأرض فاحنا بنبين تفاصيل الأرض. القمر طبعا تصويره مشهور. تايم لابس اوكي فوتوغرافي بيسكس ده لما نيجي نتكلم بقى على اساسيات التصوير. الفوكال لينث حاجه جدا مشهوره، يعني مثلا ايه الفرق ما بين
عدسة 50 مثلا وعدسة 135. 135 أطول، طول الفوكال لينث أو بعد بؤري أطول من 50. فهنا مثلا عندنا جزء من السما شايفينه، ده مثلا بعدسة 11 ملي، very wide. أوكي، كل ما الرقم قل كل ما زوم أكتر. أوكي، دي عدسة 50 ملي نفس دي. طبعا شفنا لاحظنا الفرق، يعني هنا كان جزء كبير قوي من السماء والأرض باين، هنا بقى جزء بس من السماء باين. عملنا زوم أكتر، عدسة 200 ملي، هنا رقم 200، طبعا بقينا نشوف القمر. ده بالنسبة للفوكال لينث. أوكي، في حاجة اسمها الأبتشر أو يعني البؤبؤ بتاع الكاميرا. ده طبعا بيضيق ويوسع، فكل ما كان واسع كل ما دخل ضوء أكتر، وده الهدف كتير في التصوير الضوئي الفلكي، إنه يكون في عدسات أو تلسكوبات واسعة، يعني الأبتشر بتاعها واسع. أوكي، مصطلح ثالث اللي هو الإكسبوجر تايم، قد إيه مدة التصوير، يعني هل أنا باخد صورة ثانية أو جزء من الثانية؟ يعني معظم الصور حتى اللي بناخدها في تليفوناتنا هي بتتاخد في جزء من الثانية، لكن في التصوير الفلكي لا، يعني جزء من الثانية مش هيبين أي حاجة، لأنه الأجسام اللي احنا بنصورها بتكون باهتة، فدايما دايما بناخد يعني صور 10 ثواني، 20 ثانية، 30، 600، على حسب ايه اللي احنا بنصوره. الـ ISO اللي هو يعني حساسية السنسور للفوتونز أو الضوء اللي جاي عليه، كل ما زاد الـ ISO كل ما زاد حساسية الكاميرا للضوء. الفوكس طبعا هو يعني مثلا لو انت عندك حاجة قريبة فيفوكس عليها، ده الفوكس، بس لو عندك حاجة بعيدة فيتشينج الفوكس بحيث انه اللي انت بتصوره يكون ان فوكس. ده طبعا يعني مجال دقيق ومهم جدا في التصوير الفلكي، لانه ممكن تاخد صور تحفة بس تكون النجوم او الجسم اللي انت بتصوره out of focus. What do you need to become a great astrophotographer? قهوة. Yes, you need a lot of coffee. لانه دايما بكون بنسهر وبنقعد في اماكن يعني اماكن يعني ظلمه وبالليل، فمحتاج يعني تكون مفوق ومتعملش اي اخطاء في التصوير وكده. اول خطوه طبعا دي يعني مسحه، بس يعني step one to become a great photographer is انك تختار الشوتينج لوكيشن. بس للاسف دايما يعني الاماكن اللي احنا بنصور فيها بتكون فيها light pollution او تلوث ضوئي. المشكله فين؟ انه بتلاقي انوار الشوارع وانوار البيوت كتير منتشرة في كل مكان، فبتأدي انه الواحد ما يعني السنسور او الكاميرا بتجمع ضوء ضوء ضوء، فهي بتتشبع بضوء عواميد النور والإضاءة وما بتصورش الحاجة اللي احنا عايزين نصورها، فطبعا light pollution مشكلة كبيرة. هنا خريطة من قطر بتبين فين أكثر الأماكن فيها تلوث ضوئي أحمر، يعني تلوث ضوئي. جنوب قطر هو يعتبر أفضل مكان لتصوير السماء التلوث ضوئي. طبعاً ده تغير يعني بسبب العمران، بسبب إنه في مشاريع هناك. القمر يعتبر يعني ده مصدر كبير تلوث ضوئي. لو أنت يعني عايز تصور حاجة غير القمر، يعني مثلاً طالع تصور الميلكي واي مثلا، مجرة درب الدبانة، فالقمر هيكون مشكلة بالنسبة لك لأنه هيغطي كتير تفاصيل في الصورة. أحلى وقت للتصوير لو أنت هتصور يعني أجسام تطلع ضوء visible light فهو بداية الشهر القمري، 3 ليالي قبليها 3 ليالي بعديها بيكون مناسب جدا للتصوير الفلكي. الخطوة الثانية انه find your target. ازاي تلاقي الحاجة اللي انت عايزها يعني في السماء. مثلا لو انت هتصور وايد فيلد فالموضوع سهل، بس لو انت هتصور
تديم على يعني جزء كبير او جزء صغير جدا من السماء. فانت عشان تلاقيه تحتاج سوفت وير، تحتاج معدات شويه متقدمه، او انك تكون يعني تاخدها فيري بيزك، ان فيري بيزك واي، تاخد مثلا صوره وايت فيلد بعدين تغير اللينس تاخد صوره تانية زوم اكتر. يعني ده حلول يعني مش براكتيكال قوي بس يعني بتأدي المهمة. سوفت وير اسمه ستيلاريوم جدا مشهور لانك تلاقي التارجتس امتى بتطلع امتى بتختفي كل الامور دي. وطبعا السمارت فونز دلوقتي يعني في ابلكيشنز وموضوع بقى سهل جدا. يعني الخطوة الثالثة الاكويبمنت. للأسف يعني في تصور ان معدات الفلك مكلفة، والحقيقة انه هي فعلا مكلفة بس مش يعني مش كل المعدات مكلفة. يعني انت تقدر تشتري معدات بأسعار مقبولة وتقدر تشتري معدات يعني زي ما انتم شايفين في الصورة يعني. بس خلينا نتكلم عن معدات البيزك يعني الستارتر جايد. يعني انت مثلا لسه هتبتدي تصوير فلكي مش عارف يعني مش عارف تبتدي ازاي، طبعا تحتاج ترايبود لانه لو اهتزت الكاميرا فكل الحاجة اللي في السماء بتتهز، مش هتبقى عندك صور واضحة، شاربنس مش هيكون كويس. تحتاج ريموت كنترولر لانه عن طريق ريموت تتحكم في الكاميرا، مش محتاج تلمس الكاميرا او تهزها. ميموري كاردز لان احنا هنصور بصيغة رو فتكون الصور حجمها كبير. بطاريات لانه دائما بطارية بتخلص من الكاميرا، يعني للأسف ما فيش بطارية كفاية ان تصور بيها ليلة كاملة او نص ليلة. كشاف again صحراء وغابة ما فيش مصدر ضوء فانت محتاج كشاف. لو هنتكلم على الكاميرات فاحنا عندنا نوعين، الفول فريم والكروب سنسور. انا يعني تعاملي اكتر مع الكانون، ف من قرايتي الكانون 6D وحاليا 6D مارك 2 يمكن مستواها اقل شويه من 6D، بس 6D كتير مشهوره ما بين المصورين الفلكيين من ناحيه ان هي ما فيهاش نويز زي الكاميرات الثانيه. كروب سنسور العدسات لو انت عايز عدسه وايد انجل او العدسات دي ديب سكاي، ودي بقيه المعدات يعني مثلا ترايبود $150، ريموت $25، تراكر. يا التراكر ما تكلمناش عنه بس هو عباره عن جهاز بيتبع حركه السماء، وزي ما الشمس والقمر بيشرق وبيغرب فكمان النجوم تشرق وتغرب. فالفكرة من جهاز التتبع انه الواحد بيقدر يتبع حركة السماء وياخد تعريض او اكسبوجر اطول. يعني مثلا لو انا وجهت الكاميرا كده والقمر بيتحرك، لو فضلت موجه القمر بيتحرك فانا مش هقدر اخد مثلا اكتر من 5 ثواني. 5 ثواني كتير يعني ممكن ثانيتين مثلا، لكن لو اتبعت القمر او اي سديم او اي مجرة فالتتبع بيسمح لي اني اخذ تعريض اطول واحافظ على جودة الصورة الشاربنس والوضوح والنويز. طبعا اعدادات الكاميرا بتختلف سواء كانون او نيكون بس دايما يعني have to shoot raw. raw يعني هي الصيغة اللي هي بتاخذ الصورة من الكاميرا بدون اي تعديل، يعني الكاميرا ما بتضيفش اي حاجة على الصورة، مفيش compression، مفيش داتا بتضيع من الصورة. فالraw is number one. هنا الاعدادات اللي كنا بنتكلم عنها ده الاكسبوجر كم مدة الصورة، هنا الابيتشر فتحة الصورة، الاي اس او طبعا مانيوال يشوت مانيوال عشان تقدر تتحكم في كل الكومبوننتس دي. الوايت بالانس هنتكلم عنه، الفوكس بما انه كل مانيوال فهنا كمان الفوكس هيكون مانيوال. طبعا في الكاميرا
في حاجه اسمها، او في الاستروفوتوغرافي في حاجه اسمها 500 رول. بيسكلي بتقول لك كم الوقت اللي كم سكند تقدر تصور بيه بدون ما يحصل عندك حركه في النجوم، يعني النجوم تفضل شارب. وبيسكلي بتقسم البعد البؤري، يعني مثلا لو دي 50 مللي، عدسه 50 مللي، فانت بتقسم 50 على 500. اوكي، الرقم اللي بيطلع لك هو اقصى وقت تقدر توجه فيه كاميرتك بدون تراكر والنجوم تفضل في مكانها. طبعا يعني تقريبي، يعني ممكن يكون اكتر او اقل. الايس او طبعا كل ما تعلي او توطي بيفرق في الديتيلز. النجوم او سوري النويز مرتبط بالايس او، كل ما زاد الايس او كل ما زاد النويز، بس في طرق طبعا انك تقلل النويز. كاميرا سيتينجز، اعدادات الكاميرا، لو انت هتصور المون، لو انت عايز تصور او القمر، لو انت عايز تصور ستار تريلز اللي هي الخطوط، لو هتصور الميلكي واي. طبعا دي again يعني ارقام تقريبيه، يعني ممكن تختلف على حسب الكونديشنز. يعني الوايت بالانس، الوايت بالانس بيسكلي هو عباره عن temperature، درجه حراره الصوره. هنا عندنا مثال، مثلا هنا وايت بالانس 3200. كل ما زاد الرقم كل ما الصوره بقت وورم اكتر او بقت بني اكتر. اوكي، هنا عندنا وايت بالانس 4000، هنا عندنا وايت بالانس 3000. مثال ثاني، يعني نشوف هنا الفرق ما بين الكونديشنز. يعني مثلا هنا وايت بالانس 4000 كان وورم، سوري نرجع هنا 4000 كان هو الايديال، كان هو يعني البالانس او الميدل. بس بما انه السماء is very bright ف 4000 يعني كان very warm، فهنا الايديال او البيرفكت ممكن 3400 او 3600. ده تقريبا البرزنتيشن باختصار. في طبعا تفاصيل كتير، يعني احنا اتكلمنا باختصار شديد الاساسيات زي ما كان مكتوب في العنوان. ممكن بعدين يعني في لو كان في يعني تكمله للحلقات دي، انه يكون في يعني نتكلم باستفاضه اكثر عن البوست بروسيسنج او البروسيسنج نفسه. يعني ايه السوفت ويرز اللي بنستخدمها، نمشي في مثال عملي يعني على صوره نقارن ما بين قبل وبعد. في سوفت ويرز كتير، يعني هنا بس في 17 سوفت وير بس، يعني كل واحد بيعمل حاجة معينة. في برضو موضوع مهم، احنا دلوقتي في عصر الانترنت سوشيال ميديا، ازاي تو اكسبورت يور بيكتشرز بحيث انها تحافظ على الكواليتي، تكون نفس الصورة اللي انت بتشوفها في اللابتوب تكون هي نفسها على السوشيال ميديا. ده يعني ذا توبيك اون اتس اون، او موضوع حد ذاته. فان شاء الله يعني لو في تكمله للحلقات يكون في استفاضه اكثر في الموضوع. باختصار يعني انتم شفتوا، يعني one simply does not point the camera to the night sky and boom، يعني astrophoto، يعني مش في لحظه وغمضه عين بيطلع عندك astrophoto أو صورة فلكية. الموضوع فيه كتير details، فيه كتير تفاصيل. بس زي ما أنتوا يعني أنا هرجع للسؤال اللي احنا اتكلمنا يعني بدينا بيه موضوعنا، لأنه بجد الفكرة انه التصوير الفلكي يعني هو passion. يعني لو انت ما عندكش الباشن ده او الحب انك تستمر وتدي اكتر، ف هتلاقي صعوبة انك تكمل فيه. يعني ف اتمنى انه تكونوا استفدتوا من البرزنتيشن. احب اشكر الاودينس يعني على تفاعلكم، واتمنى تكونوا استفدتوا. I know distance learning with Zoom now it's hot topic.
اول اكسبيرينس ليا في زوم. اتمنى تكون يعني كانت سلسه ما كانش في مشاكل. احب اشكر astronomy chapter alumni chapter على الدعم والتشجيع, وطبعا استاذ محمد عراقي على الاسيستنس في البرزنتيشن وفي البرزنتنج تولز. شكرا جزيلا. لو عندكم اي اسئله او تعليقات او حاجه قلتها غلط ممكن تصلحوا لي, اساتذتنا يعني حاضرين كمان. فرجاء يعني لو عندكم اي اسئله استفسارات او اي حاجه go ahead. طيب احنا خلصنا. ممكن اصور بالتليفون؟ اكيد شور. في دلوقتي الهوت توبيك الاستروفوتوغرافي يوزنج يور فون. التصوير الفلكي بالهاتف المميز فيه انه انت مش محتاج تصرف كل المعدات دي والاكويبمنت. كل اللي انت محتاجه هو ترايبود, لانك هتطبق نفس البرنسيبلز اللي هي احنا محتاجين ناخد تعريض طويل فمش عايزين نهز التليفون فلازم يكون ثابت. برضو بتدخل على كاميرا التليفون, في دلوقتي مانوال مود, تختار في الابيتشر, تختار في الايس او تختار في مده الصوره كم ثانيه. وطبعا يعني بيعتمد على السماء, يعني لو it's dark sky يعني صور تحفة. يعني أنا شفت صور للهواوي P40, صور يعني خيالية, يعني بتمشي أي صورة من صور الأوراين. بس طبعا في limitations, يعني ما تقدرش تاخد صورة للأوراين أو سديم الجبار أو أي سديم أو أي جالاكسي بالتليفون. يعني هي بتقرب طبعا الناس اكتر للتصوير الفلكي, بس في limitations. اي سؤال تاني؟ ممكن مثلا نجيب الصورة كويسة للقمر من التليفون من البيت؟ يعتمد على التليفون. يعني في تليفونات في تليفون كان مش فاكر هو, بس يعني كان في فيتشر انه في زوم مش عارف 40x او 100x, حتى يعني اعتقد سامسونج S20 يمكن في الفيتشر دي. فالفوق يعني الزوم, القمر محتاج زوم عالي عشان يطلع يعني تفاصيل وكذا. اوكي السؤال الأخير. تفضل. وين ممكن نشوف صورك للفلك؟ صوري موجودة على حسابي في انستغرام @astro عبد العال. اوكي اوكي بس عن طريق ال ما للاسف ما عنديش اكونتات تاني, يعني فليكر طبعا الكواليتي بتكون احسن, بس مش مشكلته فهو رقم واحد حاليا انستغرام أسترو عبد العال. اوكي مش هاخد اكتر من وقتكم. ليرنينج جوينج على صفحتنا في انستغرام. وشكرا لكم على حضوركم النهارده, واتمنى تكونوا استفدتوا,
إن شاء الله نشوفكم في حلقات أو ورش أخرى.